إذن 66 ميليشيا أجنبية في سوريا تقاتل إلى جانب نظام الأسد ومن 10 جنسيات أساسية. هي ميليشيات تقاتل تحت عنوان مذهبي شيعي. تعتبر هذه الميليشيات رأس الحربة لنظام الأسد في معاركه. أهم هذه الميليشيات هي العراقية طبعا كونها الأكثر عددا وانتشارا في سوريا. حيث ينتشر في سوريا 26 ميليشيا عراقية. أبرزها حركة النجباء. ثانيا عصائب أهل الحق وسرايا الزهراء. وحزب الله العراقي، سرايا عاشوراء، سرايا الجهاد، سرايا الدفاع الشعبي، ولواء ذو الفقر، وقوات بدر، ولواء أبو الفضل العباس. بينما تنتشر في سوريا 5 ميليشيات لبنانية، أبرزها طبعا ميليشيا حزب الله، وأيضا لواء الإمام الباقر، ومقاتلون من الحزب القومي السوري، وسرايا الغالبون، وحركة الصابرين، وأيضا الحرس القومي العربي. بالنسبة للميليشيات الإيرانية فهي تنتشر أيضا في سوريا، بينها ميليشيات تابعة بشكل مباشر للنظام الإيراني كقوات الباسيج طبعا المعروفة والحرس الثوري الإيراني ولواء القدس وقوات نخسة أيضا. لأفغانستان كذلك نصيب من سوريا، حيث تتواجد قوتان أفغانيتان هما لواء فاطميون الشهير طبعا وحزب الله أفغانستان. الشيعة في باكستان أرسلوا أيضا ميليشيا إلى سوريا دفاعا عن نظام الأسد، وتسمى لواء زينبيون وتضم نحو 1500 مقاتل كما سنشاهد في هذه النقطة. يقاتل أيضا نحو 1000 عنصر من ميليشيات الحوثي تحت أنصار وتحت اسم أنصار الله.